دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الروبوت الذكي والذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية في الأماكن المغلقة بنظام تحكم آلي، فيما أوضحت الرئاسة أن إطلاق هذا الروبوت عالي الدقة سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة داخل الحرمين الشريفين. قطيبة تركستاني معه كل التفاصيل، نتابع. باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الروبوت الذكي، يستخدم في التعقيم ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة. تم جلبه للتعقيم لينضم إلى منظومة أجهزة التعقيم هنا في المسجد الحرام. يعمل 8 ساعات متواصلة دون تدخل بشري، أيضا في خاصية استشعار لكي لا يصطدم بأحد، يتوقف إذا اقترب من أي جسم، يتوقف ويغير مساره، يزيد بعمليه التعقيم ويتوقف في بعض المناطق ليعقم بشكل افضل، يعقم تقريبا 600 متر مربع. يعمل هذا الروبوت مده 5 إلى 8 ساعات من التعقيم الداخلي على 6 مستويات مختلفه، ما يحسن من قوه وسلامه الاجواء الصحيه داخل الحرم. نحن هنا في المسجد الحرام نقوم بعمليه تقييم المواقع التي يعمل فيها الجهاز، ليتم جلبها في أغلب مواقع المسجد الحرام بإذن الله تعالى، لأنه هو مخصص للأماكن المغلقة. شباب سعوديون يقفون خلف برمجة هذا الروبوت، حيث تمت برمجته بشكل آلي بكشف العوائق الأمامية مسافة تصل إلى 10 أمتار دون أي تدخل بشري أو ريموت كنترول. يدخل هذا الجهاز الروبوت ضمن أولى التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي داخل الحرمين الشريفين. من أمام الكعبة المشرفة، قتيبة تركستاني، العربية.